إطلاق المرحلة السابعة والأخيرة من مشروع فيلا المسار من أراضى للتطوير العقاري في إمارة الشارقة تحت مسمى سارو. تتكون هذه المرحلة من غرفتين إلى 4 غرف كتاون هاوسز و4 غرف نوم فيلا المستقلة مع مسابح ومن غير مسابح خاصة، بالإضافة إلى 5 و6 غرف مع مسابح ومصاعد خاصة. تعتبر سارو هي المرحلة الأخيرة ضمن مجمع سكني متكامل يمتد على مساحة 19 مليون قدم، يحتوي على أكثر من 50,000 شجرة لتعديل الرطوبة وزيادة الأكسجين في المكان، كما أنها بتحتوي على أحواض سباحة، نادي رياضي، 3 مساجد، مدرسة وحضانة دولية، مجمع للتسوق، 15 منطقة رياضية، 5 كيلو مضمار متواصل للجري والدراجات الهوائية. تبتدي الأسعار في المرحلة السابعة والأخيرة من 1,830,000 بجدول دفعات 45% أثناء الإنشاء، 55% عند الاستلام اللي رح يكون في شهر 6 من 2026. ولمزيد من المعلومات أو لحجز وحدتكم الخاصة لا تترددوا بالتواصل معي على الرقم المسجل بالشاشة.